السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دواد مركلة برنامج كي كم أتهاي يتدبات كان أو أنا كجاهد اللي دونا هدنا قطب كلو حيس له وحن كف عقيد دونا ما دام الدولة دي اللي نرد الصي وسير رضع عصب وكوه وكوه وسير رضع عصب يا قطب كلو بدره يا ده الحوض الكسور أروي دونا أنت أنا برنامج كفرين وحاولنا هذا علينا يا ده كي برنامج كي هرك سوف العلي كوي إيميل هذا النص دري كوي تلفون هذا نقوله حد لي يكل جود آد بانو جم هاد علينا يا واد مهاد سنتين برنامج مركو عصبي أي إنه دت ك وجدد اللي قالها إنه يفشي إنك لو حلقوه قاعدة درن علين تدت كمركا أنا جو كوه هاد لايا مجا أنا جا يبان الكيجة يا رجل ما رت جوك صدر نقول دونا برنامج كي قالت دود دونا بآد باد إذا كجم هاد علينا يا واد مهاد سنتين مرا وبساس نوقف سقرا أرادين يفكر كين صدق وياي ما أنت وحى إدنا عفدي لا صاحب أو تغلط كي هورنا كجريك يبقى يبقى سبارن دون تهورنا وقسو تقيننا كلاي وارك فربادان هذا الله السود دمية ووحبادان أركتين وعبدوالي قري دكتور عبدوالي قري السياسي أحمد شرع لابد إذا يقلق يبقل الدوناني ومكسي سنايا أمو واي هدي إيبا إراهدونا محايا توني برنامشك وقضب فربادان وصف فردونا برنامشك هاي حطو قلب ونكسن وعنا وناكسن مسا حبيب وناكسن اي اهد مقدون كجرنا وحواي نالي منوشد رافر الله تساع هاي احمد اي قفل با او نداونا اي انا وقف بس عدي ساقات قف بس عدي ساقات وارنتا هاي سيلاس وي من حلا اي نوطا هاي با اسم اغل وناكسن با اسم اغل اكاسها اما اولي بس امرا دانا اي رمضان كروا كنو بلابن دون هدي اي بيرا دو برامش كان قد قلنا دولي دوانا با لسا سمحا بسردي ولا مقعبي سردي كمان معابي بير كفرت اللجو هاي ها برلمان كديد دون كنا يل دون كنا كدع دون الحمد لله نفت وانا قصف خذ لكن وحال اسكربا وسردي انكم يين ما حنا كنا قادنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا مركب ورس اذا عاد خلص الامداح دي امينو ابراهيم كان دادين سي ادبر دين سلام يا امه الصوماليه دنا في سنه هي حتى دولتنا ادبر سلام انت عتكي وغيره دولته بدن او لا دسي او سوماليدو لهدahay با امريكا يغارسي ان ان جوجو دولته مركا اني وحبدن ايغا دوغنت هي اي وا دولته ان دور قف او ادي اد واقانو ام صاحب دوننا اي كو جيران هذا ما عادكوا الله كسر هذا مر كان فاقدين صاحب هذا إلا ضرابنا الله مرة بق إلا رونابنا الله مرة بالله هذا بق بسم الله الرحمن الرحيم سيدو كله سيد أحمد ويري دمان تكنيشيان كله سنتي في آمنة وهلي إيو أنت نداونا السبب مر كوره سلام جود عدي مر كان كهلو إير وبريفة كيرا هذا وسيرة دهن وصبي الدولة اللي في لي إن هي معركة هاي كده واخده وإنه لسه أنا بقول كده واقعي رتي واحد مدة عركتي فر بدن بعد مدة وحنا إسي دنايين وحنا سكر وحود جيين بعد مدة أنا ماشي كبحري ده تكون واحد سو جيين رنتي أربك للدورين كسر بحر ماشي والله صعنا يو سوشيال ميديا هي وحي أبيه اللي قرقرة يو وحي أبنا يد درين كذتكو أي كم وشيء وسيرة قار كم يدا بس واحد ود إن أي تاسك وينات هي ذتك الصوماليات أو رنتي أنتي مدابة رمينا هيك سبان وحول دولة إن ماشي كسر بحده وحنا كده ريمي كده هذا قاب كان لو أنسحية وسيرة بعد كده ريمي كده مركا وحنا رجينا ده خير أقول هان سيد أحمد الشيخ ركف ربضان واكا قالنا خير باش رجينا يا رو انت اسكب بضار حافلها هاي كوبتي وشاهدنا ساس واي أورتا أنا بحنون هاي ورباهنتي هانا ورباهنتي مركان هانا مركان وحكا هاد لأنه وحال ربا سيحاقة أو صحنا وحكا هاد لأنه لما ربا إنان وحن جرنين إنان أبورنا لما ربا داد كنا نسكو درنا لما ربا حدنا وحال ربا وحبا بإني سيهين ina oo gaadalno ee aniga hadalkan aan soo hormarin doona mid kale ujeedadeedu tahay kaga si abaari doona wasiirada maxaa lagu soo xulay qaab qabiil ma lagu soo xulay mise nima wax ma taqaan meesha waa u qalantaa lagu soo xulay ahmedey taas waa ka adahay waxa weeye ee sideedaba dawladnimadu ama wasiirada noqoto waxa la wanaa noqoto madaxweynaha noqoto
waxaa jira wax la yiraahdo shan beelood oo Soomaalidu ay ku heshiisay waxna ku qaybsato marka ma jiro qof lagu soo xulay ama shahaado ama dadnimiisa qof kursi walba reer buu calaamadeysay intaan ujeedadeeda anigu runtii kala marna Soomaaliya wax qaybsigeeduna ku salaysan yahay 4.5 baan idhaahno balse waxaad moodaa aragti ahaan waxyaaba fara badan in ay kabtay dowladdaanu inay access u hesho dad fara badan in ay meeshii soo geliso waan ka hadalnayo hadda ka hor barnaamij aad aaminaan filaya kii hore waan uga hadalnay masalanba haddii la fiiriyo habkii wax qaybsiga haddii dib loo eego walow uu ra-iisul wasaaruhu taas ku soo baxay misna aragti ahaan waxaad moodaa choice-ka in madaxweynuhu lahaa oo markaa u arkay in la shaqayn kara inuu yahay qaabkan kale oo dadkan lagu dooranayo kama marna qaabkii soomaaliya wax u qaybsiqaybsigaqabaailka mana jecli inaan ku talaxtay oo arintan qof walba meeshii uu istaahilay ma la geeyey taas ma raba inaan ku talaxtago laakiin kolle waxaad muuqataa in nidaamka jira iyo qaabka wax loo doortay sida axmed u sheegay inuu ku salaysnaa 4.5-ka waana caddahay waxaana filayaa dee kolley waa dareemeyseen oo dareenkii haddeetan xataa meelmarinta wasiirada hugunno fara badan iyo sheeko fara badan oo jidhay waxaa dareemi karnaa kolley markii qolona iska aragtay qolona iska arkin ujeedadii inay noqotay mid la yidhaahdo war maxaa sheeka noqonaysa saasna ay ku ansaxtaan umaaminsanaanu okay waa yahay axmed iyo cabdiweyne fikirkoodii waa dhiibteen laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo arrintan muxuu kayiri wasiiradu yay matalaan bal codka nala dhegaysta waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeya madaxweynaha anuu qabin madi anin soomaali baan ahay soomaali baa dooratay soomaali baan u dhexeeyaa qof aan soo dhegaysanayo qabiil kusoo dhegaysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fadhiinayo ma jirayo prime ministerka markii aan magacaabay saddex arrimood yaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuqmaasuqa inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yidhaahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno oo si daacada ugu adeegno macnaheedu waxay tahay isaguna qabiil ma laha waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeya madaxweyne ah anuu qabiil ma lihi anigu soomaali baan ahay soomaali baa dooratay soomaali baan u dhexeeyaa qof aan soo dhegaysanayo qabiil kusoo dhegaysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fadhiinayo ma jirayo prime ministerka markii aan magacaabay saddex arrimood yaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd musuqmaasuqa inaan ka fogaano midda labaadna waxay ahayd in maxaan ku yidhaahdaa aan wada shaqeyno oo khilaafaadka iska ilaalino tan saddexaadna waxay ahayd in dadka iyo dalka aan u adeegno oo si daacada ugu adeegno macnaheedu waxay tahay isaguna qabiil ma laha waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeya madaxweynaha hadalkiisu waa maqlaysaan waxa uu qabaa inaanay wasiiradu oo qabiil aanay maaragtay matalin ama aanay qabiil meesha u joogin haddaana waxaa isku raacdeen labadiinma wasiiradu inay qayb qabiil yihiin oo qayb qabiil dooda lagu qaybsado madaxweynaha naftirkiis haddaana kal dareyn markii la qaybsanayo madaxweyne kale oo reerkiisa ama ra-iisul wasaaraha reerkiisa noqon lahaa haddaan qabiil lagu qaybsan sababta loogu qaybsaday qabiil oo isaguna uu hayb uga yimid inkastoo nin soomaali oo dhan jeceshahay uu yahay ra-iisul wasaarehuna uu hayb kale uga yimid guddoomiyaha baarlamaanka sare oo aqalka sare hayb uga yimid aqalka oo maxaytoona baarlamaanka iyo sharci dejiyaasha oo hayb uga yimid qabiilaa lagu qaybsaday what do you think madaxweynaha waxaanu waxaan filayaa infact kama marna soomaaliya in wax lagu qaybsada qabiil waxaadna moodaa wax walba legitimacy baa sideeda wax siyaasadda la yidhaahdaa ama qaababkan dowladdu ay u xoogaa un dhaqdhaqaaqa usuubiyaan waxaad moodaa waxay ku salaysan tahay habda qofku kalsoonida ummadda uu ka haysto runtii
إلهي أبرانك سكوي الورد قبيل وحدي دن مجرو بل سوى حان آمين سنة أردت أن مدحوينه وأنا أردت أن أنا كطهي واسرة عافلية ودرين كيغة ما أردت أن يقاب كوبر أنو فكر أيو إن آيتا إنكوريجمنت إنو كو قلين أيو وحان أيسا قبيل الوصول دوتو لكن داد كانوا داد قفهان وآمين سيهي وقتلقال أيو ورهالين وكو دورتي ما داما سوى مدحوينه عن أمر رزيل وزارهيسي أي دورتين أو حفلة على كتر أو غبا ومدحوينه وهذا الكلية هاي أنا ساعتها لكن وعدة هاد الصومالي أنا 4.5 أي وحقوق غير سطحي مركا مبيع السريو المدحوينه هذا الكيسة بس أنا مصدق دين عباس وتيفك بانكي إيه جيه وحكروا الله يا وأنا من سنة الصومالي مدة أي سوسع وتيف بس أنا ورصعون دي كل هذا واحد بدمدة بتكبر إيه مثلاً قاب كان وحلو دورتيو برلمانتير يانكو وحو دورتينو او انسحيان مدة ده دبال سعوتان امن سنة مركا وحابن قابا وان استيب فورد ان اي مارة حالة دينو هادة تهي داد كنا وحان امن سنة اي صوفو داتي داد كنا وحان امن سنة مدة صوماليه كما اهن دولة شعايل كريئة لكن وحان مدة دباتاني صوماليه وفراها بنيد وميلو بكتمي بادتكي قادة مركا دادكي وحان كوغن عين وحاول بعض الموقع لتوا إن الموقع سعودسينا براشر كان هذا ساين قدره من أغلب ده يكون أنسحيان إمبيين كليه كما إيمان مارك تي أركت له ده يشاكر يهد إيه وحي كنت يميد ومد الصوم عليه ما أنت وحي كبس الشاه إلا يورلوك بدي بان كود ماننا كيه يان كود ماننا إتوبي يان كود ماننا ودمري درس كهاب يان كود ماننا قرب يان كود ماننا إناف إس إناف بل هل هلو دتك إسلوه وحي كدكتان كم المران dadku wax ku noqdaan intaas aan filayaa qol waa hadal bixin ama hadsan tahay ma malf inaad malf aan ka tahay ahmed een horta waxaan islaa horta waa madaxweynaha Soomaaliyo ad madaxweynuhu saas waa ku qaldan yahay iyo asaas ma istaahilo ixtiraamo naga mudayo laakiin hadaan reemadu iska dhigo xamar waa iskuulada ay ka dhigin jirtay ayaa xafadaha xamar waa kala awood bay jiraa xafada xamar weyn iyo xarajeed mar qof ka yimaado warbu inta ku yaadaa taa waxa uu jeedo kula saasa ka waday marka saasa ka waday sidoo yaa ma u tilaaxay ayaa ka waday waxa la yaa marka madaxweynuhu waa haye waa yaa xafado haye warkaas wuxuu u dhacayaa waxa la leeyahay qabiil waa lagu yimid laakiin qabiilad ku shaqeyn إنه كسي أفعل فرايا دولديس إلى القبيلة سلك أولهاينا سبت حوية قبيل هو أبترسي هو حوية ووحان وحروقي بي ومقالة يدقالة يحبان نقوح بي حارك نقاق دمقرات دقا دادك يقا صوالي داهو إلا هنشرين إلا اسكو تحكرين شري إلا اسكو هنشري إلا اسكو مالين شري لغو نبدي جروها وحنا نغمل المي مركز يحصد ونقل قبيلة بر قبيل وكوي بعدين لكن وحن أهل وحن سلاية وكذا مدعونه وسير خمسة قاعد دوره قبيلة ووزارة من قدامته وزارة نيكو فيركو كوي بد دكان ليه من قرص صار له نتك فرس عم بداس مركا لكن قبيل وكوي بعدين سيا كوي بد أي قدر أنا كوي بد وليبا قلوني وحصول دراي هذا مدعونه كفير سن هذا ودي مالك تقوى الرياح ليه maamul goboleedyada waxa u jeeda arum sidaas nafteeda ayay horta madama wariye barnaamijka la dhaxadinayo aan ahay ma rabo inaan ku talaxtago laakin aniga qodayda waxay la tahay madaxweynaha hadalka suu yiri ma aha wuxuu ka afeefanaya maamulka dambkas wasiiradu weli shaqo ma bilaabin ya inaan hadda u tuux la qabyaaladeen in boo uu ka afeefanaya laakin hadan arin kala jirto Soomaalida hadaan horta dadka Ilaahay baa dirjin kara moqtay oo Ilaah baa qancin kara ma weeydii xaggaada ku qancin kara hasa ahate waa la qeylayaa codka soo socda waxa waa muxdin darba weyn muxdin darba weyn markuu hadla ka dib aaniga hadalka ka daba marin doona laakiin bal aanu dhageysano marka horaan dulmanay dulmiga inta kama bilaabannin waxaan rabaa inaan u sheego gudoomiyaha baarlamaanka ama aqalka saraha hada ama aqalka hoosaade number 1 inaan horta la balamoon u sheego nimanka leeyra aboriginalska oo Australia oo ciidda u dhashay way ku leeyihiin 17 xildhibaanada oo aan la dooranin ciiddooda ciidday ku leeyihiin ciidda 17 xildhibaan ay ku leeyihiin nimanka rag indianiska leeyraado
oo mareykanka degan 112 ay ku leeyihiin jawaar iyo cabdi xaashi abdullah way ogihiin laakiin hadaan taas weyno waxa naga soo dhawaanaysa sabarkii inuu naga dhamaado aan dhahno marka caasimada meel kale ha loo raro waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo xamaaliga la ruqsay oo aa ogtihiin ee madaxweynihii oo hayb aan isku nahaysha la dhahaayey oo laakiin hayb aan nagu ahayn oo colaad kale noo qabay wuxuu uu suubiyey waa ogtihiin dariiqii ayakana hadda ku socdaan laakiin maxay tiri habarti riwaayadi koysta ee barabiyo la miya istaraaday tiri waa jidkeeyi waa jidkeeyiyay tiri maaragta koysta ee la miya istaraaday tiri istaraadali maxaa jira fiiriya waxaan rabaa nuur xasan xuseen aa saddex safaaradood laga soo qaaday kama aana hadlinshi baan dhahnay waa u gambannahay waxaan islahayn walaalkiin asaa idiin fahmi doona markuu arkay inaan aamusannahay maxamed cali cimiinku ku soo daray markuu ku soo daray haddana quusulki turkiya joogaa lagu soo daray haddana waxaa lagu soo daray iskii maxau ahay sugunta sekretaariyihii jooga meesha la yidhaahda kambala waxaan rabaa marka inaan idiin sheego ilaahaan idinku dhaarshee intaasoo kursina wuxuu geystay dad qaraaradiisa iyo walaalihiisa uu geystay maxaa jira maanta beeshiisa 4 qunsul iyo safiiray leeyihiin annakana bannaankaan taaganahay maaha inaad aamustiin ma ah inaad aamustiin maah inaad aamustiin maah nimana waxay haystaan maanta sadbursi dhaafay oo meel kasta ayaka mas-uul ka ah hal agaasimo guud ma qabtiin galmax yuunisaana la yidhaahaa hal agaasimo guud maanta oo aan qabno oo lagu ceersaayo ma jiro halkaan maskiina hal agaasimo waaxid ka ahay nin eelaaya ha ka soo raacdayay shaqada cid u gurmatana male iyo cid ka dabacdash waxaa la rabaa meeshaa in xaqiiqda laga hadlaa la rabaa waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta maamulkan jira kii horaa ka tegay ee waxaan islahayn yaa la dacarooni waa la doogsan doonaa waxaan islahayn ka bedeli doonaa ka fiicnaa doona laakiin ninka gebiha wuxuu yidhi isma doorin gaalkaan diriya daarta kii galay aniga farmaajo macalinkiisa iskoolkaan ahay waxaana la rabaa qofka bini aadamka iskoola birimaluulyaan macalin ugu ahay aniga isagoo intermediat ah anoo shaqada qaranka ah ninka la dhihi jiray prime ministerka cali maxamed geedi waxa uu prime ministerka ugu cimriga dheeraa u noqday mataqaaniin sababta u noqday mataqaaniin waxa uu ku noqday macalinkiisii uu ka ducaystay saalim ibrahim caliye uu macalinka cali maxamed geedi uu ahay wasiirka maaliyadda uu ka dhigtay aniga hadda farmaajo wasiir iga dhig maba dhihina laakiin beeshayda haddoo wax ka dhigi waay xukunkiisa meel ma tegayaan idin leeyahay hadalka wax badanuu ka hadlay darbiweyne dad badanna waa yaqaana waana nin sports fahamta waa runa horta farmaajo macalinkiisa waa ahaa taa anaga ka marqaatay waataan todobaadka hore idin sheego laba fasalo kala isku dhegan aniga asaga aniga madaxweyne waataa kala dhiganay gacankuu noo dhigi jiray asoo shaqa qaran macalinoo noo ahay arrintiis laakiin hadda laakiin macalinkayga right now beeshiisu u doodayaa dowladdii uu lahaa madaxweynuhu qabiil ma matasho ayuu u doodayaa inuu macalinkiisa waka for example usoo qabsaday cali maxamed geedi sababta uu ra-iisul wasaare wasaarihii ugu dheeraa oo u noqday inuu macalinkiisa ka dhigto wasiirka maaliyadda marka umalay maayo hadda inuu isagu rabo inuu wasiir maaliyadeed laga dhigo laakiin dadkii oo dhanaa saas u wada qaylinaay weliba dowladdan waxaan u malaynaa haddaana qaldana 4.5 laguma qaybin 5 lagu qaybiyey mase waa qaldanahay 5 lagu qaybiyey okay haddii saas marka qabiilada dhan wada qaylinayaan maxay idinla tahay waxaa ku jira dowladda hadda waa kana waxaa horteyda waxaa yaalla wasiirada magacoodi a yaalla xildhibaano badanaa ku jiro haddana waa wasiiro wasiirka uu qaaftay arrimaha diinta xildhibaan doctor imaan cabdullaahi cali xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda xildhibaan maryan awas jaamac xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan kulli waa wasiir wasiirka xanaanada xoolaha maxaa marka haddii saan ay u wada qaylinayaan qabaa-ilada si maadaama in qabiil la qanciyo lagu qasban yahay in xildhibaan laga dhigo wasiir maxaa keenay oo laisugu daro abdulahi horta intaanan xildhibaan in wasiir laga dhiga aanan gelin
أنا احترام بدنها يا محدين دربو معلن وي لجل سبورتي أوي رانتي وضل نبوا خدر إنسان هاي هبينك اتشيون عبد بلد أنا كأوجدني كرامة وتبارك أنا وعيار الجرا وما شو دربو إنه بح أصل عيال مقالوي لكن جوحة وكالله حقيقة وجوح جرو وعوي مقال هذا مقدسو بسم الله مقدسو كوفف محدين يدقلاين وحوله كوهستين أصل أيام مقال نقط دولدان يبروغرام يعني قابك الدولد اللوكل لوكل أود بدي أموس يرد وكلام عتلف زي وحوي تيجان يمام الله لجيبت أيا نحر كجرا مقال مقدسو مقام ماله قال يهلنا سلبوه المحدين يضطق والله يعني مقال مقدسو مقام يهلنا قد خا مقرانا يا مرك جوح محدين بكسي بالله صورك أنا مرك عن قبا وكه الله ويجاي وحوي ديغان بدن بان فدارك مدان قبل كبلاد فدارك خمد ما محدين ولا يقان اي ددك او والله قبل كبلاد يا حريريس حمر يا حمر ديل حمر ضي حمر الله حساب نقطي مقامك حكومه فدارك حكومه حقان حقان لك او يحي ورق ودعه تاس ورت محدين ساسوي انا اسله ان ايش الله فروي انت ددك لا بدل حدين وأنا لقيت إن براح إنترنت يلا ملها إذا عذاب حركة سي تشوق على الله الله يعلي نينك تقول قبيل كهلا وواحد حقيقة هو رونهانتي حقيقة وضد بدنا خو صعب على سواء بيل بوشيب أردت أسمعك عن ليه دولت وين وفوق جناتو إيش أنا كروقاتو مقامك مقدسه أو فدارك مقلنا نبكي سولي سوق صارت قيلت دولت ده ماني كو يريد دولت كل يوم أصحاب كله ولما ما أهم مرنكو ما أهم شخصيات كلام عابي وأقلمان ومواطنين ومتعلمين لو أنا فرق عن كأقان شغلات كأقان هدي لي ما أنت لي حلو لي رج سوالي أودي بلاوي لكن ماش أي كبر بريسو أما أي كل اللي عايز حوي طل كانوا طل بربريوي إلا سوق كنا الربع صابت الله كان حلوان وسيرة اللي بدي حوي وحلق نعيش صلا ما حلو ما نذو أختها ولا مريت يجلها لك الفرط مركي حلوان النقطة هاي بيلا لا لا نحن دقي العقل هالنقطة حوك هالنقطة أفتها نما هالنقطة نما باكو صباح شخصيات باكو صباح شخصي كو صباح شخص شوفوني كلو كسر هاي ودولتي يضلكوا عقولي شوف هذي حلوان كاسي هذا المسير كلو قدر مركا ماشي كهوكتي ولو بين دقة في عوي تضل أفرت يلا بحل دبان بوسيره أفرت يلا بحل دبان واحد كفر يعني ما يشوفين كفر يعني مركز هذا واحد قاتن وسيره دي تيتل دي يعني دي كي ما ذي المتلين وحكا أبو رايان كرسون درب وحكا أبو رايان أولاد وحكا أبو رايان إيمان درب وحكا أبو رايان كرسون درب أول تصور الواحد شوي شت شنطان قبيل ريف البر ريف الكبدان ريف البر هذا ما وحوي قيل هذا يجلس عوي لا بد إن أنت حلمان كتر تتمد هلا هيد إن وسير كلاسيك لكن دينك حلمان يقص أتك هذا هذا وسير كقاتي بجت ما أنت هل وسير هو بعيا تطبق كن أو حلمان قادنا هاي تطبق كن أتولر أوكي وسير يشان كن أو شان كن أوكي حلمان ما تطبق كن تطبق كن يشان كن وسير نبضه طبعا ما لعده هاي كن أتولر إن شخص الصومالي أو حل هيا ودولة ما أنت جت كقاتو وحوي عدالة دروي ومد عدالة دروي وحمدوي وحل وقرمي ومن مد رجادين دون تر رجادين السنة دول دمت وقولي كل رجادين السنة دكتور متلاي عدولي بسم الله حكولة تحرير بسم الله الرحمن الرحيم لا بحثت عن كل قعدنا دربوي الدين هذا الكيسي كل جيس ما هاد بيرب بدل أساس الدودة هاي أساس تصارع وسوق بسنة بعدما يور معلم كي جوها وتصارع وسوق بسنة إيه إن حلبان كي هدنا وإيه وزير نملة سوق در هل كل ربي إن بيلا على وضع قنعي بسم الله الرحمن الرحيم وحان شاء الله أنا عندي فرق رأي مركب وهو الرئيس إنت أنا المحيدين أقولين محايا سوامالي يكون سوقنا هيد حلية دي دور الشرع قاب كان أمعاها قبل كبرادر أحمد هدو الشيقي ويلي باهي باهي يدرينا يدريبا يعني ماشي أي كم مغنيهي arintan darba weyne waxaan oran lahaa Soomaali macallin bay soo wadataa
قفك رجال تقع إلا قدر وي آمنا وحرمنا يدبل ولا معلم فكا معلم يا هو جوكت إلا قرد معلم كي قال جوكي لا يقعد تقع يا مرد مركا أنا أبي السن إن غفيري سيدو أحمد وشيخي بس هذا وحانا من سنة ألف لو كنا بي أنت معلم عليك إيه قضي تقول لك بريهين الله هو إسكول السرية إسكول مدير تشاينيس له إنجليس له مدير لو أتقل إسا واصوب دا إنستيوشن دا مركا أنا وحانا من سنة كالصوب على أهان دارين حدوك هالله يو وو هالله يو بلاتفورم كي أتاقية هاي ضد كل أقل عنو يباهية لكن waxaan aaminsanahay inay sanqo arin ku furatay dawladdan oo aynu dareemayno sida ay ku timid iyo qaabkii wax loo doortay horta inaynu taas maareeyto ku mashquulno runtii ma filayo inay maaratay tahay wax la qaaran karo yaan oran wax la qaaran kale wax baaragtay runtii roo wada untaba sax imma arinta banaadir oo ta banaadir waxa inu la soconaa dad fara badan oo siyaasiyiin ay baan go'aanka maanta Soomaaliya wax ka gooyay دعنا هذا ديلا فيديو واحد كترتم يا وحاي هلام بالحويني شيخ شريف يا حسن ودرامي كنا أما إمامها هذا أما ريالها هذا أما دكتي كلو حمد دجناها هذا وقبيل لف رب لنا وجو قان كور قام كان دور شر ضد غيب كأبايا هاي إفكت وين الله سبحانه إن أربعها لقاه الله ويا هيد balse madhicin markii la siyaasadda jiday iyo dadku markay u arkeen war xabar maxay tahay iyada markay u horeysay la isweydiiyo nabi deeri xabar meel lagu yar yar tahay markay ku hadlo xabar waxa la soconaa inay tahay deegaanka ugu weyn Soomaaliya meesha ayadoo ila intaas jiro oo dhibaatooyin fara badan ka jiraan oo diil ka jiro ana maalada la soconaa inta hadda dawladda hadda cusub aan la socono yaani waddad kulayeen annagu magaaladeedii madaxda ahayd oo Soomaaliya kama maarno ma ka dhacda adduunka sidaas oo kale لكن dadka Soomaaliyeed mar walba waxay u arkaan ama international community inay sal u tahay ama ay Soomaali sal u tahay marka waxa mudda hafiirina yar aanu kala aaminsanahay qaybaha ku aaday ama gobolada ah ama midaraha laakiin benefitka ku jira soo garanaysin oo meelahan aanu ka hadlayno hadda waa jacalaan laha darba weyn iyo meelahaas in maareeyta hawlo iyo shaqo fiican looga raajo Soomaaliga la xabar safaaradaha ku yaalo waxa ku yaalahay adu marka ilaahu dhaafay baa kusoo gabagabeeyay aan waxa ku soo cashaad halka horta tusaalaha fiican buu soo qabsanaya asaga oo wixii leeyahay wuxuu soo qabsanaya Australia wuxuu soo qabsanaya maxay haytonay hunuuda cascas buu soo qabsanaya Mareykanka wuxuu soo qabsanaya anuu kama wado in asaga qiil loo leeyahay ma aha laakiin wuxuu ku doodaya in magaalo madaxdi deegaankoodi horta shurub ay jiray moqta shurub la dhahay ay jiray dhulka dadka waa u dhaxays dhiishaasan nimba meel dhigta sidaas wey oo laga wado qof walbada dhulka ilaahay waa la wada leeyahay hadda ingiriiskan anaga oo aan joogay dhulka naga ximinahay waa la leenahay dhulka ilaahay waa cara ilaahay ya iska da Soomaali gudaheeday dhulka dadka waa u dhaxays dhiishaasan nimba meel dhigta mid walba dhulka dadku ka dhaxay laakiin nimba meel dhiishiisu taala qadiyad afaan marka soo wuxuu ka hadlaayo dhishayda xamar taal waay ee xamar la ila malaha iyo xamar la ma ma dhawahay ya inkastoo macallinkaygi yahay macallimintayda dhawaa salaama asaga nur shara macallimintayda waa badan yihiin taas waa mid laakiin in nin xil dhibaan hadda ma daan san loo qeyrinayo xil dhibaan iyo weyn wasiirnimo loogu daro oo guuxii qabiilkana jiro waxa la raana ee taa Soomaali in laysu soo jiido sida Axmed sheega oo la wada qanciyo taa maxaa aragtaade arinta waxaan u arkaa horta fikirkayga Saliimka sharciga hadduu dawladda ayaga u cafiyay inay ka qaataan baarlamaanka is another case laakiin in my opinion aniga haddii aad weydiisay sincere opinion waxaan aaminsanahay shaqo abuur baa noqon lahayd hadii dad kale la soo qaato shaqo abuur baa noqon lahayd waxa lagu bufeyn lahaa dad fara badan oo kugu soo taagan ama qaab qabiil kugu soo taagan ama dirku markaad banaanka ka qaadatid maadaama qoladaanu ay meelaysan yihiin marka aan u taasaan u arkaa balse wax walba waxay ku socdaan sharciga markaas meesha ka jira hadii ay dhacdo aamin ninkii madaxweynaha ra'iisul wasaarihi they have every right to exercise magarata awooddooda haddii ayagu u arkeen marka sharci walba u cafiyeeyo
sharciga ma diidaan laakiin isdiina sheegayna madama qaraa'il badan guux xayaan oo leey waxna lama seenin in halka la kala qaado wasiirnimada iyo xil dhibaato waxa uu sheegay sidii axmed sidii axmed uu kuma haystay aniga in my opinion kaga baa waxa baa ku yiri waxa baa xirmi laha oo la galin laha baa ku yiri dad badan aad sheegaysa oo guux qaba oo leh waa lagu qanci kari laha inta 46 ma qarinta iyo heebi magaraysa mar kale oo magacaabi lahaa hal kala ku dari lahaa oo isla arintaasa horta dawladdu xilligii la mucaaradi lahaa ma joogtay xilligii lala talin lahaa ma joogtay waxa ka horeeya inaad u tilmaanto oo iyadu ay saxdaan laga rabaa maaha macnaha in haddii mugdi la sheego ayadaa la rabo inaad ku shido matalan ninka xildhibaanka ah way aragno aan u lahayna ninka xildhibaanka wasiirka noqdaa ra-iisul wasaaraha waa ka awood badiya saacadda la joogo inta ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isqabsanaya waxa ka dhex shaqaynayay oo dhex dalaalayay nin xildhibaanimo bermed utaalka u taallo aan mushaarka go-ayn waxaan joogno goobjoog ahayn ra-iisul wasaare wasiiradiis leeyihin waryaha deg hadduusan uusan xildhibaan ahayn ma yidhaahdeen masaarihi gambanayo waxaan joogna oo waaye anuurana madaxweyne madaxtooyada ay ka buuxaan niman wasiiraha shabeello ah oo libaaxyo ah oo kala shaqaynaya ra-iisul wasaarehaasi la cuni lahaa afarta kaanin hadda ruuxu hadda la keenay oo reedi waa ayuuto madaxweyneha iyo ra-iisul wasaare nimba 20 uu leeyahay tiri maanta ay bilaabanay ninkan xildhibaanka ah oo reedi kunad wax laha leeyahay oo raggii hore kusoo dhacday kunadaa waxaa la yihahdaa inta xildhibaanada ee wasiirada ah already ay utay galeen power full way khayrna waa ka adag yihiin madaxweynuhu waa ku xisaabtamaya hadday khayro isqabtaan khayrana hadda waxa weeye wixii ay ka dalbadaan ma diidi karaan weli waa isku helinaya waa dabeecad la ogyahay wey marka waxa weye labadaas arrimoodba waa laba ciladood oo dawladdu hadday maanta dhaaftay boqolka maalmood labadaas arrinta usaaro haddii soomaalida inta uraacno aan usaxbino labadaas qodob meel ku xariiqo xildhibaan wasiir ah oo dalaala ayaa dawladda ridaya madaxweyneha ra-iisul wasaare ayaa isku diray ilaa laba awoodo waa laisugu daray ubaahanba awoodo laisugu daray horta waxa waaye horta soo noqoto waa arkeena ilaahay anagna u duceyno ma ahane ma maxay otoonay ma wanaagsana saacaddan in ama laga hor yimaado ama wax dowladda duminayo waxay laakiin xalkii la raadinayay unbaa dadkii ilaaha qancin kara walataan daadooda ku bilaaba mogta ilaahbaa dadka qaboojin kara oo qancin kara laakiin dad badan aan garanayna ina wasiir rabaa yihiin anaga horta booskayga hore BBC-da wasiir waaye hadda ma fahamtay horta wax badan oo soo sabray yuusuf ma fahamtay aada wax badan uu soo sabray waxaan u malaynaa meeqa dowladood ayay isku dayay inuu wax ka helo isagoo weli BBC-da jooga xataa isku araajada sii gudubsanaya waa hambalya ma dhahaayo oo feer uguma noqonayso inaan keligiis u hambalyayo inaad dowladda dhanna u hambalaynaa keligiis muu hambalaynaayo ma fahamta laakiin waxa waaye xildhibaanada qudhooda ama wasiirada qudhooda siiba wasiirada qudhooda qabaa-iladooda qaar ay ka daba qayliyo haayaan oo leeyihiin nama matalaan waana la ansixiyay haddaaay hadalkii uu yiri madaxweynaha xoogaa halkaas baan ka yaro rumaynayaa in la ansixiyey iyadoo qabaa-iladooda ka daba qaylinayaan oo leeyihiin mana matala anaga aamin oo kalea la fariisiyey wasiir laga dhigay qabiilkeedu waxa weyn mana matasho hadda boosha shanaad oo kale saddex gabdhoodaan soo saddex gabdhood naloogu darabayreen annaga wasiirna looga dhiga ninay rabi lahaayeen aniga laakiin taas ma taageeraay taas bkas gabdhaha inay qaarkood inay raga ka fiican yihiin aaminsana oo booskooda buuxi karaan haya horta waxyaalo badan waxaa jira loo baahan yahay inaan aad looga fiirsado macnaha beel waa dad badan wey wasiiray rabtaa aqoon-yahano badan leedahay wax walbaa la leeyahay aqoon-yahanada magacaas ka dhashay haddii mid ka mida lasoo qaaday nima matalo ayaguna kuma heshiinayaan in loo dhag raar ciraan ma qabo waxa weye waa ka maqannahay waa wax macquula laakiin hebe lama matalo beesha qof walba waa u dhashay xaquna u leeyahay maxaan ku dhahda marka arrinkaasi waxa weeye
إيدي وفرني كبات أنا حسنا بركو إيدها دولة الورصة فقرا الله أرنقرا حقما إن وليبا لابو ودن لابو ودن باكلا إيدك جلسة وحقو يرق قرصون هدنا ود كو قرصون قبلية بها الحق راية وحو سيه قبري سيه صدح قبلنا القوية راية هدير قرن وقرن قبلها اللي ودودي مركا إيدي هدى قبلها شعيان ورحيحين بدنهاش مركا أصحان لها أيه أردت أصحابي وحان سلها بل إن ترى هذا هبل أنا مرهم مثلًا هذا نبغى صاحب القاضي يوسف جراد أنا هذا أقرب أنا أقوله لكن أنا هبل يكره وحوي هالمشي يكره مع ماركه سألت اسمه ده وأنا متلايو هدي وح أنكش راح نقوله يعني بوجد إذا هو هذا هو كم ترى بحر وارنتا هذا شو أخونا قلنا عنه قلنا ينبسك هو شو مكده هو تدخل ولا ولا بيت تدخل ولا ولا هيا أنا إذا خير حكديكم هيا كله ورطة ورطة واحد برنامج بسمعنا موقتا يوسف أقوانا أقول لها يوسف برودكاستر في عنوى هو جود جورناليست أنا قدام ماشا أنا رجل وزارة جوغ لها وزارة رمى دود ومدي بين إنك استو حريرك عالمي قصوا برطي أو دقري هايستو ما فهمت تن صاحب كيس أو يريسو ودي بلها عليك وزارة الدفاع فين تودي بها؟ يودي ذي أكو شيء، أوه، هذا أكو صداع. الله أنباس التركيز الجاهل هم. يا، وكيف رباجو؟ وياه، وكيف بدوينه؟ ويا أدي أكو صداع حكمة. مثلاً يوسف جراد حكمة دي هاي تتك صحفيين تصرصرة عنك بروفيشنال واللغويست اللغات اللغات بدن يقانا. بي بي سي أوه موديل صباح ده أوه نا دوادي أو ماذا هو كنوع؟ أكتف من. زاد ورفع فينتا يبيش يسكل وينت حتى تاسع وانا بدك كينيسا وانا بدك كينيسا حقيقة انا لغو سلين ان نينك بروفيشنال كيس يهوشيس الله يهيو ولسكيك حقو خيب مركا يري سوى هذا وحلو دي بيرسو حيل بدن ورتو سو قبطي اوحا لوو سوعيي وزارتو فافنتو حملين هذا كورن وحيل قبطي سما انجينير يرسو اوكي حيل مركا او هايو يري سوى بيشيسا وزارة لماذا وزارة كلا علسمية مركا يريزو حلك وحل لو جودي بي وحلا باش يصير باش يوسف جراد كلا علس وحل لو جودي بي باش يوسف جراد باش الله سبحان يوسف جراد يزيرس والله سبحان أبدا الله سبحان أبدا ما بيجي ما بيجي لا هو سيرالسي يوسف نكل يا دو نكل يا دو يريزو لا هو سيرالسي ما ده لا هو سيرالسي مرك وزارة ورفع فينت يو سيرك لهم مهمة وسيرك محوا وزارة عجيبة وزارة علسوية عدوا ما يشان أرين ودي برنتها وزارة ورفع فينت طلق ما يلانا أمنك يكوا الله قدرنا هاي أنا وحبك لا هذا الكني آد آد ويقل شيء كذا شيء كذا صح 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 نكر قلوبك إنه كهل لينه ووسيرة إنه كهل لينه ولا دي عارف عن كل شيء جالس صوبان يكون فيوس لا يطهر وحنا كهل لينا قبيل كأي كل ما دين إنه يسوي مدن أو قبيل كدحديسي وكتاعين يعني مرة قارن ليه النات نكر نعم مسلك كرا سو كرميس قارن اللي هو أنا مسلك كرا ها قلوب عاد دلع وعاد قلوب عاد سب الدارتي كر حكومة مركا كورها بجدود هذا صعب ويبقى رئيس. صعب لو بتجي روما. أبسلد لها. أنا متبان آمي سنة مركا أنا كدر صلى الله. ما لنا وقتها وحال هذا وحكاه لأحمد ما شاء الله أريال لايك المدي ويروه أحد ورنا واحد صحيح بين نقطها. سيدا هذا مناشقة عامة مركا دتكو هالليان وأقوان هالليان وعقل هالليان أو إكسبرينس هالليان أو واحد سوى هذا كتير كه هالليان وحنا آمي سنة هو صحيح. constructive criticism ما constructive criticism arintan marka marka dawladda in la soo important to ani waxaan aaminsanahay ma laa weeyta yaan waxaan mentality ga Soomaali hadaynu nahay yaani Soomaalidu waxa jira bahal la yiraahdo reer mudug waxa ninka isla sida bil xad ma kala u taqaana bahal la yiraahdo roob la soo dhacba jira roob la soo dhacaas roob kula yimaada waa ka saas ala koraysa di roob kula yimaada marka waa inta roobku daayo dhulku marka xogaa cagaar wax waa la waayaa baalka emotionalska Soomaalida hadayn Soomaalina marka waa aad buu qurux badan yahay moogta dadka Soomaalida when it comes marka hadda aad fiiriso marxaladaha jira waxaad moodaa emotion code wuxuu gaaraya extreme ka labada dhinac dawladda waxa la yiri hayay
محل جسر يلي يري فرماشو وعربي وغضنا أما إتوب بها هذا أما ود مدرسة هذا أما مدرعة هذا هي زمان هو كان مقرن أيسا أدى سيم طاين ديو تين كاتي ما أنت عملنا مدحون الله دورته أما أحمد الله دورته أما أنا قال لي دورته وتعطي ور هيلبي وحمل نقرر ما هدي مركه أنيجي إلا أن واحد أدور الشدار ملحوينا الدون شلو دد أرده يو ترامك أدركتي قلوين بعد بس عطها بقرأ إنسان ولا أيام وده كود استابيليتي بقى كتشني النجا يو بربرسان هداينا أتليس وي هاف إنه بولك وربا إنه وحريحنه سقراط إنسان وحيمانة هي دي قلوا بيني كوي ما دارو أحمد كشلا أندورتي وده بكل وغامدي سوي ما دو ألف لا أحمد أرقارو كحساب تبعي وده ليسن ده واحد هاي مشينه مك بربر كسوالة وح مرة والبوسي صعرية مركان إسقدر إنه أحمد نقرأنا تاسع كولا هذا الكي جماعة وقت جاء نصها يا مركان هذا قدام بحربة إنا 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 نقدوتنا هوت وزارة محلو كلا جالستا وزارة example فوري مركي أنا نقول teenage كه سكري جامعة مركان قال جامعة دي أنا لو هاي وحنك بدن أردت السوق اللي نجيب سيا أنا هين كلا dadku ugu lood ka waa fahmi karaan shan kun arday anaga aan soo qalin jabinay dugsiga sar jaamacada umada 120 qaad 1200 qaadaysa inta kale waxa la shaqaalaha dawladda lagu meelay shaqaalaha markii la isku meelayna la yiri waa wax waa araajir ha wasaaradda maaliyadda waxa qortaa bangiga ganacsiga ee kaydka maxaad qortaa Soomaali aan reenista dakada maxay ahayd wasaaradda maaliyadda horta wasaaradahaas maxaa loo jecel yahay tan xanaanada xoolaha iyo mudabeeraha iyo محلو جعلا واي قبل الله بنا وزير لسي دعو واي نجا ما حنان حول نصينا يدعو هايا أبدكور مامول مامولو صوالي ذا كميدا ايا دولولرس ايا مركا وسير با اوقافتي احرمات الدين تالله مقعا مركا بيشو كنا شابنا بحضك ايا وانا القرصان ايا سابطا انو مساجد حاق يالو غلبين raawiye ee naqan doorsoonka ee nagu dhacay waxa kamida ee haaraanta oo halaal laga dhigay dawladnimada naga saameysay dhaqanka naga saameysay sharafta naga saameysay anuu wax garaasaday iyadoo ninka marqaati beenaalaha anay ku xirmin ama wax la weydin ama liya marqaati ma galo beelo laaluush in qof inta qaat ku xaragoodo oo wali inta dad soo dhex fadhiisto وكشكايو موشي العقل وحلي لا بكفانا با ايه وكفانا انتا سمعت صوتنا او بروسيك مدي هاي او مساجد ابانا هاي او ضدكم التلاي ضدكم عادي وعكا ضدكم عادي وعكا ايه طبعا انتا نحزتا الساقة وحكاستي دبا طبعا ضدك كنت عقرسا او من كرمادو هاي بحر وعنا حتى تارزا جيسان وحلي عضر ايو علاب ايو محان كورا هذا أبار صدحاس والإلهي والغد عيستان صدحاس أنه يحبسد بيال بحر صدحاس وكابسد وحلي أحد عيستان أيه مالك اللي سكوج بيالي هلا قد عيست أيه اللي روب هلا هرمري لما تفرتها وحيد قيل بحرات سكوج جادي روب قدو قيل هات سلعرك ما هلي قد عيب وصل بيشي سلوك رار وصل كتبه حلي هاد الرجال اللي سكوج عنا قال ما قد عيب روب وحلي عضوك عضوك شو حلي يجي؟ نبى في الدواء بالكذا منطقي أو كونتينر هاي طال أنت كذا ما نسوا يعني كل اللي قدوا عوجي شن دقيقة نقدم شن دقيقة نبص أمسك وقينا وحلاق قاتي وحوي طلك يطلق يوضن النمط يقال النمط يعرف إلا بابا أو تطلق سوالف الأسبوع راسين وأنا حرام النمط هو إن وزارة على كلا طرط وضد النمط الديمقراطية أما وضد المكجوتة وزارة عدالة تجعلين وزارة عدالة جبوس وحواء عدالة دي جاستس كي حكومة هاي هاي وان منت بليس هل عطك لا ايدي ماني بسم الله الرحمن الرحيم وحال كل رأسان هاي احمد سيدو وشيقي بطاطا با صوماري والله صعوتها واقي هوري اين الله صعون او صوماري قيمه يمد ديرتي ايو وحلقو قيمان جري وحلقو قيمان جري ورقوف كامل لو قدو عيا هوش عاقبته ما انت ما تشدو وابروبليم كتيري سيدو وشيقي احمد وحال حاراس ري وحوال إثيكس ماتشرو موراليتي ماتشرو والوح رقونا يا دادكا مساكين تا مقرنا يسا ما تل هيئتش دي أما مسلم مالية دي ما لحنا تكاهل لشي دورنا دادكا نقاريهيسي وحين نقطة إنيسان أمتي كارين
ayaga laftigoodi ay ku tahay threat oo umada lagu baabasho oo lagu kala qaybsho oo lagu dilo yaaba ka muuqata marka ilaahay waxaan rajaynayaa umada Soomaaliyeed inay ka waantoobaan waxyaabaha noocaas ah absolutely ta kale oo aan jeclaan inaan ku dara waxa weey waa kalmadiina qofka bilaa aadanka haddu waxa ku tanaada deelmihiisa galeysa waxa Soomaali hadda u dhaqaaqo weydana waxa weey ya waa dhibaato noocaas oo jira dadka masaakiinta waxooda oo lagu taqrif falanaya oo taqrif falan waxba kaaga daran ba kuwa wasiir iska daayay qofka shaqaalaha ah wuxuu ku leeyahay shaqo wasaaradda maaliyadda ka rabaa waayay adigu wasaaradda maaliyadda ma tiide fuunti baa taa dhismaha iyo gurigeynta iyo waxaas ka raadso ma wasaaradda maaliyadda fiican maxay ku fiican tahay waxay ku leedahay dhaadac badan oo ilaahay فريز بكل احترام بكل احترام بكل احترام اللي بانك انا اللي حضنا يا هلا حضنا هذيك بكل احترام فريز فريز وما سنت وما سنت فريز مدرع هذا اللي قال يا والله عظيم يا فريز بكل احترام وار انا يا بروسيجر وامرني وما سنت فريست بكل احترام بكل احترام فريست وين احترام يا فريست بكل احترام اتبع الخيار يا فريست هذا الطبع اول ولا انا هي وغدوني كحيانك كواد بارلمانك ايو حل دبان جاسو هقومنتو هلا بيقو باهنتا ايو قوان اللي قاكلك هذا اللي بدينا oo dooday haday noqoto oo dood dadhexdeeda isku dhacdaan halka muddo aan jooga waxa la rabaa in aniga go'aan rasmi ah ku ka idigu arinta ku dhanbay hira gaaro what do you think maxamed lana ay kula tahay wallahi arintan fariisaal yar waxaan qabaa go'aan qaadashada xayiga ah xayi bay jiraan waxa way waxay qayb ka tahay maamul wareeg iyo kartida dadnimo ee umada ku gaamiso inkii shalay wuxuu muujiyay anuu waxaan qabaa sidii u hadla tus u hadlayeen ma suurta gashan wax badal hirka suurta gashan haa oo sidii arki jiray caagag biyo ku jiraan iyo garba saar la toojinayo arkayeen hadalka adka u qaaday waxaan leeyahay waa u hambalyeynaya runtii wuxuuna qaatay go'aan aad u qaraar oo ilaa xaq iska wax meesha laga yiraahdo gees la ma xilo waxaan u hambalyeynaya muddi hadu salka dhulka dhigaa kuma leenahay right decision gaar saxwa waata daawad wal barnaamijka kuma tahay todobaadkan intaas aan ku soo gabagabeynayna insha Allah todobaadka kale waxaanu kaga hadli doona qodobkan ka yara duwan isoo services barnaamijka sidii uu socdaan kaga hadlan baalaba dhaqamada dadka sida uu dhaqmaan waxaanu kaga hadli doona Soomaalida maxay ku wanaagsan tahay maxayna ku liidataa insha Allah tan todobaadka dambe waa aniga Dr. Cabdiwali يا أحمد شرق وهذا اللي سرعيه نبت قليو ويوليو فرصة ملاقان كينا محمد جيبي أهنا مضح برنامج شدية تلفشن كالسن وحنود الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته